صحفي مزور انت تسترزق. اسمح لي استاذ حسام سي الاساسي واش الحال سي الحال؟ انت على سلامة امي نعيمة كي دايرين لاباس؟ كلشي مزيان زهير يلا يلا سير دغيا يلا. اذا مشاهدينا الكرام لحظة خروج نعيمة البدوية من المحكمة. الكرام على سلامة امي نعيمة هي خرجات هي غادا للدار بعد قليل غندير معها واحد اللقاء. استاذ بغينا التفاصيل ديال المواجهه اللي كانت ما بين نعيمة البدوية ونادحة السي داخل المحكمة امام السيد وكيل الملك بفاس. على ان انتم عارفين المشكل اللي كانت تقدمت عليه نعيمة الطويل الملقبة بالبدوية هو واحد الشريط كانت داعته في القناة ديالها تيتعلق مشات صافي مشات للدار كانت لا كمل استاذ محمد تيتعلق بواحد الموضوع هي كانت دارت واحد بحال سكتش كانت بغات توصل واحد الرساله بغات تناقش واحد الموضوع اللي هو موضوع شائك تيهم المجتمع المغربي ديال الاطفال المتخلى عنهم. كلنا دينا كلنا دينا اعتدت عليها دينا مرأة مغربية كلنا دينا كلنا دينا عاشت دينا عاشت دينا على عين عاشت بنت دينا البنت المهم الان عاشت دينا وعاشت القضاء المغربي عاشت دينا عاشت القضاء المغربي لانه الان الملف ترجع للضابطه القضائيه البنت اللي عندها عامين ونص راه ما غاديش تشوف عاشت دينا عاشت دينا الملف رجع صحفي انت صحفي مزور انت تسترزق. اسمح لي استاذ حسام سي الاساسي واش بحالك سير بحالك انت تصبر الكاميرا ديالك ما تشدك انا انت صحفي مزور سير بحالك صحفي نصاب سير بحالك انت جدد بنت سير بحالك سير بحالك نصاب سير بحالك كاين شي كيما تصورت انت جيت تهجم عليا ما تهجمش على ما عندكش بطاقه انت جيت تهجم عليا اجي ادخل معايا عند الوكيل علاش جبدها اجي ادخل معايا عند الوكيل شكون انت راه غنجبدها اجي ادخل معايا عند الوكيل